قولولي أزمانا حللت وحللت لهم حللت بأرض القصبات أبقالا. أقدم اعتذارا وحدا زمرا فنانيا وأساتذة جميعين لما فتحت لهم فرصة باش يحضروا نظرا للظروف اللي جات فيها هذا الأسمتون. إذا هنا بغينا كفكرة ديال المثقف والمبدع والإعلامي ما بعد كورونا، ما بعد كورونا سيتغير العالم. نحن يجب ان نكون يعني مع ان نواجه هذا التغيير. اذا نحن كزملاء اعلاميين اخواني زملاء نحن مستعدين معكم كاعلاميين هنا وكمجتمع مدني باش نعطيو واحد انطلاقه جديده للثقافه السياحيه الداخليه واللي غتطاق ان شاء الله. ما بغيناش غير هذا اللقاء هنايا يوقع، بغينا نجيو هنا ونتفادلو ونمشيو نشوفو يعني باش يصبر له وارد ما تسخر به يعني بلاد اخرى. حنا الديناميه يعني انه فوق المجتمع المدني وفوق الثقافي، يعني انا هذه تاع الفكره ديال التبادل الثقافي، يعني انه يكون واحد نظير اللقاءات الثقافيه متبادله، يعني انه خلق هذه الديناميه هذه، وهذا هو منها يعني تنظيم مدينه ورزازات الى ما رغمناش على هذه القضيه السياحه الثقافيه راه ربما راه غيتفضل، يعني انه الاخوان يعني انه كيتكلموا عن الفوائد اللي كتكلموا عليها وعلى هذه الامور. كنتمنى بانه توفقوا في هذه الخطوه هذه، وكنتمنى بان تكون خطوه ان شاء الله ناجحه، وكنشكر الجميع على جميع المجهودات اللي تبذلت من اجل امكان هذا اللقاء، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. هذه العظمه ديالها كل اللي كتشوفوا اليوم هي بس طرت عليها العائله القلاويه تقريبا من 1860 محمد ايبرت اللي هو باك المدني وتسامي القلاوي في المدينه القلاوي، دونك غادي يحاول يبقى يسيطر على واحد الوليده وغادي يبقى يدخل على هذا الممرات هذا، وفي 1886 غادي تبدا السيطره على قصبه توريف اللي غتولي قصبه عسكريه في الحقيقه ديال هذا ديال هذه العائله هذا باش يهاجموا تنغير حميد غزلان كتالو دانت دونك الدير ديال مراكش، وغتلعب هذا الدور هذا تقريبا من القرن 19 حتى الاستقلال المغرب 1893 حسن الاول غادي يقوم في اخر رحله ديالو الحركه ديالو قبل ما يموت، غادي يجي من فاس للفيلات غادي يدوز على تيبريان غادي يوصل للوازنات، من الوازنات غيطلع عبر اونيلا غيتقبطو اون طومبيت دو نيج تقريبا في نوفمبر 1893 غادي تقتل النص ديال العسكر ديالو، غادي تدخل القلاوه المدني القلاوي غادي يعتق الحسن الاول في الممر ديال تيشكا. دونك لا ريكونيسونس ديال هادشي غادي يخلي ليه واحد لارسونال ديال لارمومون منه واحد المدفع غادي تشوفوه المدفع ديك الساعه بحال اش تجي لهم طياره ميك ولا ميراج سميتو ديال كذا ديك الساعه يلاه كان عنده جوج واحد ها هو هنا دابا راه درناه في الساحه هاد المدفع هذا لان هما بون على حساب الدراسه كيقول لك بان خلاه عليه هذا، ولكن واش السلطان هو دائما ما عندوش واحد لا كونفونس من الناحيه ديال القياده وكذا داكشي واخا تكون معاه لان الو هما قالوا لك بان راه غادي من بعد يوصل مراكش ذاك لارمومو، ولكن وصل مراكش مات الحسن الاول ما كنت ما غادي يخدم فاحنا هذا الموت ديالو غادي يديه في الشمال وغادي يعطي الريحه ديالو غادي يعطي الريحه وغادي يحاول بقى يدير الكيطون حتى باش يوصل للعاصمه، ولكن دونك غادي تكشف المؤلفات ديالو من تما المغرب غادي يدخل في واحد المرحله ديال الفوضويه ديال كذا وداك الشيء من بعد غادي يسيطر فاحنا على الحكم في